مرحبا بكم متتبعينا الكرام. في هذا الفيديو ستشاهدون فيديوهات وصور مسربة خلف الكواليس من مسلسل لعبة الحبار، المسلسل الذي أثار ضجة حول العالم في أيام معدودة. وأنتم تشاهدون الكواليس، سنتحدث لكم عن هذا المسلسل. مسلسل لعبة الحبار حقق مشاهدات عالية في العالم، وتصدر اسمه محرك البحث جوجل بعد عرضه أول مرة على نتفليكس بدءا من يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021. وأكثر من ذلك، مسلسل لعبة الحبار تصدر قائمة الدراما الكورية، ليصبح بذلك المسلسل الكوري الأول الذي يحظى بتصدر قائمة أفضل 10 برامج تلفزيونية على شبكة نتفليكس في الولايات المتحدة. ووفقا للإحصاءات، فإنه سيصبح أكثر المسلسلات مشاهدة في تاريخ نتفليكس، فإنه يحتل حاليا المرتبة الأولى في أكثر من 90 دولة حول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية. أحداث المسلسل تدور في 9 حلقات، حيث يقبل مئات اللاعبين الذين يعانون من ضائقة مالية دعوة غريبة للتنافس في ألعاب للأطفال، حيث تنتظرهم جائزة مغرية تصحبها مخاطر كبيرة ومميتة. لكل حلقة من الحلقات 9 عنوان مختلف. عنوان الحلقة الأولى: إشارة حمراء، إشارة خضراء. عنوان الحلقة الثانية: الجحيم. أما الحلقة الثالثة: الرجل ذو المظلة. الحلقة الرابعة: تمسك بالفريق. الخامسة: عالم عادل. السادسة: جامبو. أما الحلقة السابعة فعنوانها: شخصيات هامة. الحلقة الثامنة عنوانها: القائد. أما الحلقة التاسعة والأخيرة فعنوانها: يوم حظ. مسلسل لعبة الحبار يحمل رسائل عميقة وراء لعبة مكونة من 6 مستويات. الفيديو القادم سيكون بدوره عن مسلسل لعبة الحبار، لكنه سيكون فيديو قوي جدا يحمل معلومات قوية ومثيرة عن هذا المسلسل، ترقبوه قريبا. لا تنسونا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لدعمنا بنشر المزيد، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا على مشاهدتكم.